نجدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة. شوطنا السابع هنا تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا السابع الخاص هنا بالبكار. هنا أيضا الحجايج في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والصدارة مع زعفور من تنطلق على الصدارة، مطر بن سالم بالعرضي الحميني من تنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. هناك الحذرة من الجانب الآخر بهذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. خليف أو من الجانب الآخر، الله، هناك أيضا بهذه التحديات الجميلة والإثارة، هناك بلبلة لأحمد بن سعيد بن منانة وتنطلق، انتباه لا صح الكلام، نعم، لخليفة بن سالم بسيف المزروعي. وهنا هنا رزان القادمة لسلطان بن حمد بن سالم، هنا أيضا الدرعي من تنطلق في هذه اللحظات، والوصول من قبل زعفران الساري بن معيوف بن محمد، هناك المنصوري من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. نعود هنا إلى الصدارة، نعود إلى الاسم المنطلق ما يبنى على طاري، هو يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة هنا بهذا الانطلاق. أوزان تنطلق بالتحدي وبالإثارة هنا بهذا الانطلاق لعلي بن فهد بن طحنون الهاجري، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هناك رزان لسلطان بن حمد بن سالم الدرعي، وهناك انتباه خليفة بن سالم بسيف المزروعي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع بلبلة لأحمد بن سعيد بن منانة لجتبي، وهنا زعفرانة لساري بن معيوف بن محمد المنصوري، والقادم هنا أحلى، القادم أحلى هنا طيف خليفة بن علي بن بقيت المسافري أيضا قادمة في هذه اللحظات في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات المتميزة. ولكن الصدارة الصدارة صدارة صدارة هو المقدمة والمركز الأول. هناك أوزان لعلي بن فهد بن طحنون الهاجري على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة. ضيف على المركز الثاني، خليفة بن علي بن بخيت المسافري والمركز الثالث. هنا القادمة من الوثبة زعفرانة، زعفرانة لساري بن معيوف بن محمد المنصوري، ووصل هناك طلايع قادمة، طلايع قادمة، يحيى بن الصغير بن قنون بن يرادة لقتبي أيضا قادمة في هذه اللحظات. وهنا أيضا في هذه اللحظات ذويبه القادمة بالتحدي الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري. يا سلام التحديات الجميلة في هذه الانطلاقات. وهنا أيضا قادمة شودة محمد بن حمد بن سريم لكتبي أيضا قادمة في هذا الأداء المميز الجميل. ولكن صدارة الصدارة صدارة صدارة، الله، طلعت طلايع في هذه اللحظات، طلعت إلى صدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول، يحيى بن الصغير بن قنون بن يرادة لكتبي. وشكرا يا البنت، شكرا يا سالم يا بن حمود بن يتابعها هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هناك أوزان لعلي بن فهد بن طحنون الهاجري، وهناك تأتي شودة لمحمد بن حمد بن سريم لجتبي، وهنا تأتي نطيف الخليفة بن علي بخيت المسافري على المركز الرابع بهذه التحديات الجميلة. والصدارة الصدارة الصدارة، وزن من انطلقت على صدارة انطلقت على المقدمة على المركز الأول، وصدارة هذا الشوط انطلقت بالمقدمة بالمركز الأول والصدارة. هنا من تنطلق بهذا التحدي الجميل وشودة قادمة هنا، ولكن هنا تهانينا لعلي بن فهد بن طحنون الهاجري المركز الثاني، هناك شودة محمد بن حمد بن سريم المركز الثاني.
الثالث طلايع اليحيى بن صغير من قانون، وهلال بن سعيد من هلال رابعا وخامسا. عندك يا خليفة يا بن سالم يا بن سيف يا المزروعي 4:49 ثانية هو التوقيت لهذا الشوط.